السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، معنا ماكينه الصابون ويربول. الناس اللي بغاو البروغرام ديال ويربول فين يصبنوا؟ هنا كما كتشوفوا 90 60 60 40 40، هادو اللي كتشوفوا 40 فيهم داك الزيرو صغير كما كنقولوا، هذيك 40 درجه 60 درجه 60 درجه 90 درجه لا دوغري ديال الحراره. بالنسبه لهنا على اليسار هذه الفيدونج، كاين لي سوراج، لي سوراج الناس اللي كيبغيو الحوايج يشوفوا مزيان فاش تسالي تصبر الباكينه ديالك بغيتي دير لها لي سوراج بوحدو، هذا لي سوراج بوحدو كدير هاد لي سوراج وكيوليو يشوفوا الحوايج وكيخرجوا لنا شويه مزيان. هذه التشلال، هذه التشلال بالنسبه للناس اللي كيبغيو يصبروا. كنصبر هو الديليكا كما كتشوفوا، الديليكا هنا 30 دوغري كتكون فيها شي ساعه ولا ربع ولا ساعه، وكاين السنتيتيك كتكون طويله شويه. بالنسبه اللي بغى يصب الحوايج ديالو مزيان يدير في الديليكا من الاحسن، راه ما سميتها الديليكا، راه هذه مزيانه البروغرام هذا كنصبروا به مزيان. وبالنسبه اللي كيكون عنده حوايج خفاف ما فيهم لا وسخ لا والو يدير رابيد، هذا البروغرام هنا كيكون طوالين شويه يدير رابيد. بالنسبه لهذه ديال ويربول تركيا صافي. اش كدير هذا البروغرام ديالك هنا؟ راه كتجي لهنايا كاين ثلاثه البطولات، هذه الا بركتي عليها كتصبر بالماء بارد واخا كيكون عندك لي دوغري هنايا، وهذه الا بركتي عليها كتصبر ما كتعصرش كتعصرهم حتى راسك، وهذه خلاص ديال الديبار وديال البوز. هادشي اللي كاين كما قلت لكم، كاين اللي كيصبر مثلا درتي ديليكا صبنتي وما عجبكش شتي الحوايج باقي ما فازقين شويه، فاش كتسالي كطفيها وكتولي دير لي سوراج بوحدو وكتولي تنشف لك داك الحوايج، اولا كان عندك شي حوايج فازقين وبغيتي تنشفهم كدير لي سوراج بوحدو هنايا وكتنشفهم. هادشي اللي كاين، عنده شي تساؤل فمرحبا به.